لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمه سبحانه وتعالى يزيدكم من فضله، واعلموا أن كفران النعم هي أسباب خراب البلاد والأوطان، وإن شكران نعم الله عز وجل والقيام بتوحيده وعبوديته واتباع رسله هو أعظم سبب لحفظ البلاد والعباد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى جعل ارتباطا وثيقا بين عمل الناس وبين حالهم في الأمن والخوف والجوع والشبع، بين حالهم في الاجتماع والافتراق، فالقلوب بيد الله، هو سبحانه وتعالى الذي يقلبها كيف يشاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤلف بين القلوب، وهو الذي يفرق بين قلوب الناس بعضهم ببعض، ويذيق بعضهم بأس بعض. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اعتصموا، قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله الذي ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار وبين قلوب الأوس والخزرج بعد حروب طويلة استمرت عقودا من الزمان، لكن الله ألف بينهم بالإسلام، كما قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فبهذا الدين تجتمع القلوب
وبالحفاظ عليه كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما ارتضاه سبحانه وتعالى تظل القلوب مجتمعة. وإنما تختلف القلوب بترك ما أمرنا به من الوحي، لأن هذا كفران لنعمة الوحي والهداية السماوية، الهداية التي من عند الله، من لم يقبلها فإن الله عز وجل يفرق بين قلوب من لم يشكرها ولم يقبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فتأمل، هذا علاج الاختلاف. أمتنا بلا شك تعاني من اختلاف، وتعاني من تقاتل واحتراب في كثير من أوطانها، وتعاني من تفرق الكلمة، وذلك سببه مخالفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة سنة الخلفاء الراشدين. فما الظن بمن يسب الخلفاء الراشدين الثلاثة ويزعم أنه يتولى علي رضي الله عنه، رضي الله عن جميعهم من دون الثلاثة؟ فما ظنه كيف يكون موقفه من سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ لن يكون إلا منحرفا. ولذا الأعداء يهتمون جدا بنشر البدع، ويهتمون بتعضيد أهل البدع، لأنهم يمزقون الأمة ويفرقونها ويثيرون الضغائن في داخل المجتمع الواحد، فضلا عن البلاد بعضها بعضا. إن ذلك من أعظم الخطر. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هناك ارتباط بين ظهور السنة وتعلمها والتزامها وبين خفوت البدعة، لذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن الضلالات تسبب افتراق الأمة واختلافها، وتسبب هدم الأوطان وانهيارها. إن من أخطر البدع التي تهدد الأمة بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم وتكفير أهل السنة باسم التشيع لأهل البيت، وكذلك بدعة التكفير، بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير بينات. إنها من أعظم أسباب افتراق الأمة وهدم البلاد والعباد. إذا أردنا أن نشكر نعمة الله التي أنعم علينا بالأمن والاستقرار وكفاية ما نحتاجه في أمورنا، فلا بد لنا أن نحافظ على الوحي المنزل، التمسك به، أن تبنى حضارتنا التي نريد أن تتقدم الحضارات على الوحي لا على الهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن بين طريقين، بين طريق الوحي وبين طريق الهوى، الذي يسمونه حرية والذي يسمونه تقدما. طريق الهوى ما يهواه الناس، وهي أهواء في العقائد وأهواء في الشهوات. وأهواء العقائد هي التي تسمى الشبهات، وإنما أصلها من الهوى، ولذلك تؤدي إلى الزيغ والضلال، كما حدث مع أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين، حتى نسبوا إلى الله عز وجل وإلى دين الأنبياء ما هو من الكفر والشرك والعياذ بالله. نسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، ونسبوا إلى الله عز وجل الأنداد والأمثال، ونسبوا إليه أنه ثالث ثلاثة، وكل ذلك يزعمون أنه دين الأنبياء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن افتراق الأمم واقتتالها بسبب البدع، كما قال سبحانه وتعالى:
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد منهم من آمن ومنهم من كفر بمخالفة البينات ولذا بدأت الآيات في سورة آل عمران بالأمر بتقوى الله عز وجل وأن نموت ونحن مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق ونهى عن التشبه بعد ذلك بالمتفرقين فبدأها بالنهي عن التفرق وأعقب ذلك بالنهي عن التشبه بالمتفرقين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الذين خالفوا البينات الذين خالفوا نصوص الكتاب والسنة والإجماع القديم للسلف الصالح رضوان الله عليهم والقياس الجلي على ذلك فهذه هي الأمور البينة البينات كتاب مبين والسنة التي أنزلها الله لتبيين الحق أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول يبين والقرآن كتاب مبين لذا قلنا أن البينات آية محكمة وسنة ثابتة وإجماع قديم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإذا اجتمعوا على أمر فإن ذلك هو الحق ومن خالفه مشاق لله والرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة فإذا اجتمعت الأمة فالطائفة في ضمنها قطعا ولذلك لا يجوز أن يخالف ما أجمعت عليه الأمة نقول أمرت الآيات نهت الآيات عن التفرق وعن التشبه بالمتفرقين المخالفين للبينات وتوعدتهم بالعذاب العظيم وفيما بين ذلك أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن من أعظم شكر نعمة الأمن والحفاظ عليها نشر الدعوة إلى الله عز وجل نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كره المرتكبون للمنكر ولو سخروا ولو استهزأوا إن الدعوة إلى الله بها يحفظ الله العباد والبلاد إن ظهور دعوة الرسل في مكان يمنع من العذاب العام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر فوجود من يستغفر ويظهر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع إن ذلك يمنع من العقاب العام إن هناك ارتباط وثيق بين أمن الأمة ووحدتها واجتماعها وبين ظهور نور الوحي فيها وتعلم العلم إن من أعظم أسباب انهيار الأمم انتشار الجهل وهو الذي يؤدي إلى البدع إن نشر العلم يقي الأمة أنواع الفتن إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن من سيم الخوارج سفاهة العقول وذلك مرده إلى الجهل قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له اتق الله واعدل قال دعه فإن له أصحابا وفي الرواية الأخرى يخرج من ضئضئ هذا من أصل هذا أقوام
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي الرواية الأخرى: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، صغر السن مع ضعف العقل، وذلك سببه الجهل. فإن الشاب المبتدئ لو وفق للهداية فإنه لا بد وأن يطلب العلم، وإلا فيكون سفيها يظن نفسه يفقه كل شيء ويحسن ما لا يحسنه الكبار، وأن عنده من الفهم والإدراك للواقع وللشرع وللحياة ما ليس عند الكبار ولا عند المشايخ والعلماء، فيقدم على التخريب والتدمير والتكفير والفوضى، وهو يظن نفسه متقدما على كل من حوله. وهناك من يشجع على ذلك ويزعم أن الشباب لا بد وأن يكونوا مقدمين. من الذي يقدم منهم؟ نعم، يقدمون كما كان يقدمهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه شيوخا كانوا أو شبانا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن العزة في كتاب الله. نعم، من طلب العلم ومن تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقدم، وكل من تعلم فنا من الفنون ونوعا من العلوم يحتاجه المسلمون فينبغي أن يقدم. أما أن يقدم إنسان لسفاهة عقله وضعف فهمه وأنه معجب بنفسه متصور أنه يصلح للقيادة وهو ليس عنده من مؤهلاتها شيء، فذلك الخلل الكبير. إن ما تعانيه الأمة من اضمحلال فهم الشباب وانشغالهم بالتفاهات والسخافات، وأن تكون العقول والقلوب فارغة تتلقى الأفكار الأجنبية الخارجية التي تدمر ثوابت الدين في قلوبهم وثوابت الانتماء لأمتهم، وبالتالي يخربون أوطانهم وبلادهم وشعوبهم. إن هذا الأمر، إن خواء الفكر من فهم دين الله عز وجل وفهم العلوم النافعة مقدمة لكي تمتلئ بالخزعبلات والخرافات. تجد من يريد نشر الفواحش باسم الحرية في العلاقة بين الرجل والمرأة، ويتهمون المجتمعات الإسلامية لأنها لم تحسن أن تتعامل بين الرجال والنساء. فهل كانت شعوب أوروبا التي عامة أبنائها من أولاد الزنا والعياذ بالله يصل إلى 80%، أكثر من 80% من أبناء شعوبهم في السنوات الأخيرة هم من أبناء أمهات وآباء غير متزوجين باصطلاحهم، باصطلاحنا أولاد زنا. هل هذه هي العلاقة السوية؟ هل هذه العلاقة التي تظهر في أفلامهم وفي مواقعهم الإباحية هي العلاقة السوية التي يقولون إن الكبت عند الشباب العربي والمسلم هو الذي يؤدي إلى الفواحش والتحرش وغير ذلك؟ بل التحرش وإطلاق البصر ومعاكسة الفتيات فضلا عن فعل الفواحش الأشد مردها إلى عدم الالتزام بقول الله: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أي كلام أوضح من ذلك؟ ومع ذلك تجد دعوات عجيبة في أن يتكلم الرجال والنساء مع بعضهم بلا استحياء، ويقدمون هذه الحرية المزعومة التي هي تحرر
من الوحي للوقوع في رق الهوى والشيطان، نعوذ بالله من ذلك. إن ذلك من أعظم أسباب كفران النعم. إن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحفظ الأمة، وإنها لشكر لنعمة الأمن. إن نعمة الأمن تفتح أبواب الدعوة إلى الله على مصراعيها، من أجل أن يأمن الناس بعضهم بعضا، ومن أجل أن يكلم الناس بعضهم بعضا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد صلح الحديبية على ما فيه من جور على المسلمين وشروط ظالمة على المسلمين، منها أن يرجعوا عامهم ذلك ولا يعتمروا، مع أنهم أتوا عمارا لا يريدون قتالا، والبيت الحرام ما فتحه المشركون لكل عابد وثن، ونصبوا حوله الأوثان، وهو في الحقيقة إنما أسس على التوحيد وبدأ على التوحيد وطهر على التوحيد. ومع أنهم يفتحونه أيضا في ذلك الزمن للناس يطوفون به عراه، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإنها نزلت في ستر عوراتهم عند طوافهم بالبيت. تخيلوا أن البيت الحرام ظل إلى سنة 9 من الهجرة يطوف به الرجال والنساء عراه، إلى أن أنزل الله صدر سورة براءة وأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أبي بكر أمير الحج في تلك السنة، ينادي في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. تخيلوا منظر الكعبة المشرفة المكرمة يوم أن حرم المسلمون من الطواف بها في الحديبية، حولها 360 صنما، ومن يطوف بالبيت؟ رجال كما ولدتهم أمهاتهم عرى، لبدعة قريش أن لا يطوف الناس في الثياب إلا لأنهم عصوا الله فيها، إلا الحمص، إلا قريشا، ومن وهبته قريش ثيابا ليذلوا القبائل الأخرى في أن يروهم عرى، حتى النساء يرونهم عرى. كانت المرأة تضع خرقة على فرجها فقط، قطعة واحدة على جسمها كله يبدو منها الفرج، حتى وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني فرجها يبدو كله أو يبدو بعضه، وتكتفي بأن تقول أن ما بدا منه فلا تحله. انظروا إلى الخرافة، انظروا إلى سخف العقول والسلوك، ورجال يطوفون كذلك، ورجال يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. تأملوا هذا الخبل وهذا الخلل، ويمنع المسلمون أولياء بيت الله الحرام من بيت الله الحرام، ويصر المشركون أن يمحوا بسم الله الرحمن الرحيم ويكتبوا باسمك اللهم، وأن يمحوا محمد رسول الله ليكتبوا محمد بن عبد الله، وأشد من ذلك أن يشترطوا أن من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما رده النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يفتنونه في دينه. ومن جاءهم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مرتدا لم يردوه، أين العدل والإنصاف؟ ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق الأمن، لكي يأمن الناس بعضهم بعضا، لكي تنتشر الدعوة، لأن الدعوة تنتشر انتشارا عظيما في جو الأمن. انظروا إلى البلاد المحيطة بنا التي تحولت إلى فوضى، ما شأن الدعوة فيها؟ السلاح حل محل الكلام، وحل محل البيان، كل من لا يعجبه شيء يبادر إلى القتل وإلى الجرح وإلى التخريب والتدمير، ولا يوجد من يسمع صوت عقل. والجهل هو الصفة الغالبة على حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام،
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون المسلمين ويقتلونهم بأبشع الطرق بأيسر خلاف بينهم إذا لم يعجبهم. نعم، إن نعمة الأمن لابد أن تشكر بالدعوة إلى الله. من يحارب الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل ويصد عن سبيل الله ولو باسم أنه يريد الخير للبلاد فإنه إنما يخرب البلاد والعباد، ويصد عن سبيل الله فيؤدي إلى أن يذاق الناس لباس الجوع والخوف. احذروا إخوة الإسلام، إن ولود الدعوة إلى الله عز وجل صمام أمان للأمم كلها وللشعوب والأوطان. إقامة أمر الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما تحفظ به واجبنا أن نحارب الفساد وأن نحارب البدع وأن نحارب الجهل وأن نحارب السفاهة وأن نحارب التشبه بأعداء الأمة، لأن ذلك من أعظم ما يدمر هويتها ومن أعظم ما يفقدها شخصيتها. وهم لا يسكتون لا بالليل ولا بالنهار عن محاولة اختراق مجتمعنا بقيم التحلل باسم الحرية وعن قيم المخالفة للشريعة باسم الديمقراطية. نحن نقبل أن يكون الشعب هو الذي يحدد حاكمه ويحاسبه ويصحح من أخطائه، ولا نقبل أن يكون من حق الناس أن يشرعوا دون شرع الله. إن المسلمين في بلادنا وغيرها قد أعلنوا صراحة أنهم متمسكون بالشريعة الإسلامية مرجعا للتشريع في كل الأمور، ولا بد وأن يطبق ذلك حتى نأخذ الثمرة الطيبة من هذه البذرة الطيبة في قبول شرع الله ومرجعية الشريعة الإسلامية كما نص عليه دستور البلاد. لذلك نقول نشرع محاولات التحرر المزعوم من الحلال والحرام، وأن لا يتكلم في الحلال والحرام بزعم أن الناس اختاروا أو يختارون ما يشاءون، لهو من أعظم أسباب تخريب البلاد والعباد. نريد أن نحفظ بلادنا، نريد أن تستقر أمورنا، نريد أن نحافظ على نعمة الأمن، فلنتجنب ما نهينا عنه من أسباب الفرقة والاختلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Thank you.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.